انا ضابط بالجيش سابق معلوم سبق وطلعنا حكينا بالقصة وضابط بالجيش محبوب وطبعا في واحد ما بعرف انت عملتي على سكايب انه قايل انه انا قاتل قتيل وكذا مش انه في عالم بتصدق وبتقول لك يا قاتل ويا مجرم ويا ما قتلت قتيل اعوذ بالله استغفر الله انا نمله ما فيني بدوسي. كشف الفنان السوري بشار اسماعيل عن بعض ملامح صفاته الشخصية مشيرا الى انه بيبقى هادئا طالما لم يفكر احد باستفزازه. واكد اسماعيل خلال حديثه مع موقع فوشيا انه اولاده هن نقطة ضعفه بالحياة بالاضافة الى رؤية الفقير يتعرض لمواقف غير لائقة لانه سريع البكاء بالمسائل اللي بتخص الفقراء، بينما يعتبر انه نقطة قوته بالحياة هي التوكل على الله، فهيدا الشعور بيمنحه قوة كبيرة واوضح انه راضي عن كل ما قدمه خلال مسيرته الفنية. ورغم انه لا يعتبرها مسيرة الا انه المحبة والافكار تمتلك اجنحة وتحلق باصحابها بحسب تعبيره، وما يراه من محبة الجمهور امر كافي بالنسبة له ليدرك مدى تأثيره ومحبته لعمله وحضوره. وفيما يتعلق بالانتقادات السلبية على السوشيال ميديا، أوضح إسماعيل أنه ما بيلوم من يكتبها لأنه لا يعلم ما هو الظرف النفسي اللي بيمر فيه صاحبه، مشيرا إلى أنه بيتقبل الانتقادات باستثناء الطائفيين منها، إذ بيقوم بحظر من يكتبها لأنه مستوى الفكري بيكون متدني ومن غير المناسب تواجده على صفحته، واصفا الزمن الحالي بعصر الانحطاط. وأشار الفنان السوري بالختام إلى أنه لو لم يكن فناناً لاختار أن يكون ضابطاً في الجيش السوري.